الهلال، مبروك للأمة الهلالية هذا الفوز وهذا الغير مستغرب. فريق يملك شخصية وهوية فريق بطل، ألف مبروك من القلب أقولها لفريق سعودي حقق وشرفنا في هذا المحفل. فرق بين الكيان وبين المؤسسة، فريق يعمل ويدعم بعمل تراكمي، فريق يفكر داخل الملعب، فريق لا يجد لديه انقسامات، همهم الكيان وليس الأشخاص. ألف مبروك، ألف مبروك للزعيم الهلالي، مبروكين.